السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بلقائكم على طريق العلم والمحبة مع درس جديد مليء بالعلم المفيد. اليوم سنقوم بحل أسئلة الفهم والاستيعاب والتحليل صفحة 7. هيا نبدأ. السؤال الأول، بعد قراءتك الحديث الأول أجب عما يأتي. ألف، ما أكبر الكبائر؟ أحسنتم، إن أكبر الكبائر الشرك بالله. ب، كيف يلعن الرجل والديه؟ رائعين، بأن يسب الرجل أبا الرجل الآخر، فيسب أباه ويسب أمه. السؤال الثاني، رعايتك والديك والعناية بهما أولى من الجهاد في سبيل الله، أشر إلى الحديث النبوي الشريف الذي تضمن هذا المعنى. الإجابة هي الحديث الثاني، عن عبد الله بن عمرو قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستأذنه في الجهاد، فقال: أحي والداك؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد. السؤال الثالث، ما الجهاد الذي قصده الرسول صلى الله عليه وسلم في قوله ففيهما فجاهد؟ أحسنتم يا أحبتي، إنه يحثنا على بذل الجهد في بر الوالدين وطاعتهما والقيام على خدمتهما وكسب رضاهما. السؤال الرابع، على ما يعود الضمير الهاء في فاستأذنه في الجهاد؟ رائعين، إنه يعود على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. السؤال الخامس، يقول الشافعي: واخضع لأمك وردها فعقوقها إحدى الكبر. هاتي حديثا من الأحاديث النبوية السابقة يتوافق معه مضمون بيت الشافعي. أحسنتم، الحديث الثالث وكذلك الحديث الأول. السؤال السادس، اذكر سورا أخرى من سور الجهاد في سبيل الله. من يقول لي ما تعريف الجهاد؟ أحسنتم، إنه بذل النفس والمال لإعلاء كلمة الله تعالى والدفاع عن الوطن. والجهاد له سور كثيرة، منها الجهاد بالمال والجهاد في طلب الرزق والجهاد في طلب العلم. السؤال السابع، من أحق الناس بحسن الصحبة كما ورد في الحديث الأخير؟ رائعين، إنها الأم هي من أحق الناس في حسن الصحبة. واجبنا يا أحبتي حل هذه الأسئلة على الدفتر. دمتم بخير، إلى اللقاء.